والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بمناسبة خاتم مسجد المهاجر هذه الليلة المباركة في شهر رمضان المبارك، ليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك عام 1441 هجرية، هذا الختم يتميز دون غيره من الختمات، وهو أصلا يقدم كثير من الأمور الاجتماعية وكثير من الأمور التي تهم المسلمين في هذه المناسبات المباركة الطيبة. فنشكر الشباب الذين قدموا والذين شاركوا والذين بذلوا الجهد الكبير في إقامة مثل هذا الحفل ومثل هذه المهرجانات ومثل هذه الأمور التي كان يحافظ عليها أجدادنا الكرام، وهؤلاء الشباب يظهرونها بطابع طيب وبقلب آخر طيب، ونشكرهم على هذا الاهتمام، نشكرهم على هذه الأمور التي هي أمور اجتماعية خالصة بحتة تصب في لم شمل الناس وجمع شمل الناس في مثل هذه الأمور الطيبة. وعلى المسلمين وعلى أبناء هذه البلدة الطيبة المباركة سنين جم وأعوام جم على ما يحبه ربنا ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يطيل أعمار الجميع وأعمار عقالنا الذين شاركوا والذين يشاركون في مثل هذه المناسبات. جزا الله الشباب خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.